السلام عليكم. الله يعطيكم العافية كثير كثير، خير المجلس، يعطي العافية المجلس، أعطانا وصل وجينا أخذنا لهوني كثير ثياب كويسة، وأخذت إلي ولأولادي، يعني الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافية كثر خيركم، كثر خير الأمم لما تساعد البشر هون بسوريا. كيف شفتي الوضع العام؟ الخدمة كثير كويسة، في بنات وصبايا يعني كثير كويسات عم يساعدونا في التنقاي، في القياسات، في شغلات هيك، والشباب الله يعطيهم العافية كمان، في كثر خيركم والله يقويكم. افتتاح صالة للملابس الشبه جديدة، بتدخل السيدات من برا وهي بتكون مع كارت مكتوب عليه عدد القطع اللي هي لازم تأخذها، طبعا بتكون هي أخذتها من المجلس المحلي، وبتقوم إحدى الأخوات اللي بتشتغل معي بالجمعية بتدل على القطع اللي هي الحابة تأخذهم، والحمد لله ما واجهنا ولا صعوبة بهالعمل هذا.